بعدا عبد اللطيف رئيس جمعية صدى الأمل الأمان، تنشكروا سيدنا على هذه المبادرة الطيبة اللي دار لنا على الشباب. الشباب راه كان ضايع، وهذه المبادرة هذه طيبة الله يجزيه بخير، الله يشافيه إن شاء الله الرحمن الرحيم. وتنشكروا المنتخبين، تنشكروا السلطة المحلية، وتنشكروا هاد الناس الحاضرين كلهم جزاهم الله خير والله يجزيهم بخير. وتنشكروا سيدنا عاود ثاني شكر خاص لسيدنا الله يجزيه بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكركم على الضيافة، وكنشكر جميع القنوات، ومعكم عبد المجيد السركاني رئيس جمعية زهور أطلس حي سكومة تابع لمقاطعة المنارة. حنا كنتواجدوا الآن في واحد الحفل اللي هو حفل تدشين واحد المعلمة، معلمة اللي تنقولها بهاد المعلمة وصرح كبير ديال واحد الغابة نموذجية، واحد الغابة رياضية اللي إن شاء الله بحول الله غادي يستافدوا منها جميع المنطقة ككل، خصوصا منطقة المنارة. فعلا معلمة من خلال هادشي اللي شفنا في هاد الصور وهادشي، فهادشي كيفرح وكيفرح المنطقة ككل. ومن هذا المنبر كنشكروا السيد عبد الواحد الشفاقي رئيس مجلس مقاطعة المنارة، والسيدة رئيسة المجلس البلدي السيدة فاطمة الزهراء عمدة مدينة مراكش. كنشكروا في العقل الجميع، لأنه هذه المسألة خصوصا أنه المناطق ديالنا محرومين من هذه المناطق الخضراء، فهذا متنفس كبير اللي غادي يساعد الجميع وغادي يساعد وليداتنا، خصوصا انهم فيهم ملاعب القرب وفيهم مرافق اجتماعيه، وبالنسبه للنساء حتى هما عندهم ما يقولوا. والحمد لله هادشي راه كيبشر بالخير، والله ينصر سيدنا وتبارك الله عليكم جميعا. السلام عليكم، صباحكم مبروك. معكم المستشاره القانونيه ديال زهور جمعيه زهور الاطلس الاستاذه امال فخري الملقبه بخالتي. تشرفنا هذا الصباح، والشرف لينا كبير اننا ندشنوا مع المسؤولين هذا الفضاء اللي هو فيه منتزه ممتاز، تحتوي على جميع المرافق اللي هي غادي تخص ساكنه سكومه والحميد وجميع الاحياء اللي قريبه من هنا. ما عندي ما نقول، هذه التفاته اللي هي مهمه جدا بالنسبه للساكنه الشباب الاطفال المراه، وتنحيوا جميع الاخوان وجميع اللي عملوا العلاد الصبحيه باش يتم التدشين ديال هذا المنتزه اللي هو غادي يكون اروع ما كاين في هذه الاحياء كاملها ان شاء الله. وتنشكروا جميع الاخوان بزاف بزاف بزاف، والله ينصر سيدنا. وهذا واحد المنجز اللي كنا كنطمحوا ليه تقريبا 10 سنين او 15 عام هذه، والحمد لله هو على ارض الواقع وسيتم تدشينه. وشكرا، السلام عليكم. انا نائب رئيس جمعيه الامل للامان، تنشكروا سيدنا وتنشكروا المنتخبين ديال هذه الجمعيه اللي هذا المنتزع اللي بغا يديروا لنا هنا الشباب باش يلقاو فين يتلاهاو وفين يلعبوا. وتنشكر نائب رئيس الجمعيه ديال الامان للامان، وتنشكر سيدنا بزاف على هذا المنتزع اللي داروا لنا هنايا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بركات بوجمع رئيس الجمعيه المراكشيه للالعاب الفروسيه المحافظه على التراث. تنشكروا هاد الناس تلمزليت اللي جاو دشنوا هذا المنتزه هذا، وتنشكروا الوزيره ولا العامل ولا ولي المدينه، تنشكروا كاع من ساهم قريب في هذا التدشين هذا. وحنا تنطلبوا منهم باش يقدوا لنا تحنا ملعب كي داروا الملاعب القرب الرياضات الاخرين، تحنا تنطلبوا ملعب تاع الطبوريضه اللي تيلق بنيه مراكش التاريخيه. تحنا بغينا يكون شي ملعب ان شاء الله تحنا اللي يعود يشرف المدينه كجميع المدن الوطنيه. وهذا ومحدنا الحمد لله حنا اللي عندنا واحد الوزيره وعمده اللي تتفهم هذا الشيء، العنايه شويه لهذا الطبوريضه لان هي تراث اسلامي وطني. وتنشكركم، السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الاله الغلف، نائب رئيس مجلس مقاطعه المناره.
حنا اليوم في واحد العرس اللي هو عرس كبير باعطاء الانطلاقه ديال الاشغال لهذا الغابه الرياضيه النموذجيه بشرف السيده الوزيره ديال السكنه وسياسه المدينه واعداد التراب وكذلك السيد الوالي المحترم بمعيه الساده النواب ديال الرئيسه ديال المجلس الجماعي والسيد رئيس مجلس مقاطعه المناره رؤساء المصالح الخارجيه والفعاليات المجتمع المدني وجميع المنتخبين ديال مجلس مقاطعه المناره والمجلس الجماعي. حنا اليوم في واحد العرس اللي تيشكل واحد القيمه مضافه. هذا العرس هذا اللي هو تدشين واحد الفضاء اللي كبير، هذا الفضاء هذا بيعطي واحد المتنفس للساكنه ديال ايزيكي وديال سوكومه وديال معطله وديال المحاميز باش يلقاو واحد الفضاء كبير فين يخرجوا فين يتنفسوا اسوة بالمتنفس الكبير اللي معروف هو اللي في المزينه اللي هو باب جديد ولا نزاهه مولاي الحسن. وهذه راه ماذا تكون ان شاء الله الا متنفس كبير وفي نفس الوقت هذه يعطي الفرق الرياضيه بالاحياء وبالاحياء المجاوره وبالمنطقه واحد القيمه مضافه فين 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 يديروا الانشطه ديالهم وفين يلعبوا. تنشكر كذلك جميع المتدخلين من القريب ومن البعيد في اخراج هذا الورش الحيز الوجود، اسائلين الله تعالى ان يعني يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع لا اللي ساهم من قريب ولا من بعيد.